طب بنات، سمعتوا عن خبر مضيفة الطيران الروسية اللي رفعت قضية على شركة الطيران اللي كانت تشتغل فيها؟ الدب بطلة، هذه بطلة صراحة. الدب البكابوزة شوية كذا. أيوة حرام عليكي، 5 كيلو ترى بس اللي زيتها هي. 5 كيلو بس. واو. بس انه مقاس اليونيفورم. لا بس هي ترى فعليا البنت يعني هيجيبوا الصوره، قال لك دحين هتطلع الحين هي كيف تعدي الطياره. 5 كيلو يعني هذه عشوه يعني مندي ولا؟ بس لا شوفي شوفي يعني ما هو بيج ديفرنس، يعني طلعت من سايز مثلا 38 من 38 الى 40 مثلا وتعالوا عليها. بس رفعت القضيه وكسبت، يعني اخذت تقريبا ما يعادل 8700 دولار. تخيل اني انا رافعه قضيه في المحكمه هنا اقول لهم والله زاد وزني 5 كيلو وطلعوني. ممكن ممكن ليش لا، يعني اذا واحد يفصلك عن العمل عشان تخين كثير تكتشين كثير اكسكيوز مي، لا طول في شكلي طول في عقلي. صح في الاداء، الاداء هو طبعا. بعدين على فكره ما هي كبيره، هي بس 42 سنه، يعني ما زالت عندها مجال تنحف، عندها مجال تنحف يعني خصوصا. صح يعني المفروض المضيفه صراحه تكون انها محترمه مع الناس، مو بوزنها مثلا 50 55، لا يحطون لنا ستاندرد معينه. لا مو كمان 50 يعني. لا كمان انت براعي الطياره اللي هي بتمشي فيها اساسا، يعني اكبر طياره قد كذا مكان بتعدي منه. احنا لما نيجي نعدي ما بنعرف، فما بالك مضيفه هي جايه على اساس تسيرف انه بتساعد وبتقوم بمثلا وظائف خفيفه. ايوه يعني لازم تكون كمان خفيفه تقدر تروح وتجي. بالضبط. ولازم يعني معلش شويه معلش شويه. الفكره مو شرط، يعني ياما يكونوا في ناس دبب بس عندها خفة حركة، هم عندها يعني خفة دم، عندها خفة دم صغيرة في الطيارة، عارفة انه كل شيء ضيق وصغير. هو انت ما تبغي بليات تشوف الطيارة، انت تبغي واحدة تجيب لك كاسة الموية والعصير وخلاص. عموما هي كسبت 8000 دولار، مبروك عليها. عندي خبر